بدات المدرسه الاساسيه تشتغل. ثم راكم صحفيين تبحثوا، ابحثوا لي على الناس اللي خذوا البكالوريا 88 89، اذا كان واحد منهم فشل وين راهم؟ لكن لما كانت المدرسه صح وطنيه وتخدم وتشتغل تبني في الـ في الـ في, الـ في البناء الوطني، الناس اللي جابوا الرئيس بوظيفة ربي يرحمه وكلفوه وداروا له في لسانه يقول مدرسة راهي منكوبة، ما بقاش أسبوع ونكبوه هو في نفسه قتلوه. هذوك اللي قتلوا الرئيس بوظيفة هما اللي داروا له يقول باللي المدرسة الوطنية مدرسة منكوبة، من هذاك الوقت هي منكوبة. مازال ما صابش الطريقة، ونتمنى تصيب طريقة طبعا، ولكن تصيب طريقة لما يكون عندنا كذلك بالنسبة للتعليم مجلس توجيه وطني.